أربعة شارع شريف. يا سلام على الحلاوه يا اولاد. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معنا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، وممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. النهارده عندنا شيف يوسف منورنا وعامل اكل حلو ينفع سفره كريسمس او راس السنه او 7 يناير او اي عيد انتوا عايزينه. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا حبيبي؟ كله حلو؟ كله حلو، كل سنه وانت طيب الاول. حبيبي يلا قلم. ده عليه ايه؟ بابا نويل. بقول لك ايه؟ قول يا حبيبي. هقول لك ايه؟ نسيت. حلوه البتاع الحمراء دي. اتفضل. كريسمس بقى. مكتوب جوي؟ برضه هو وراك وراك. انطقها كده. جويس كوك بوك. جوي. ايه بقى الفرق بين الوزه والبطه؟ الوزه الدهون فيها اقل شويه. وانا من بره وانا رايح اشتري يعني هو يا صاحبي بعرفه منين؟ لا بيبقى شكلها مختلف شويه، وبعدين الوزه بره حاجه عزيزه جدا لان بيتعمل منها. لا ليش دعوه بره مصر. مش بتكلم على اوروبا. لا هي انا رايح للفرارجي هقول له عايز وزه وهاخد حاجات صحيه. اميز ازاي بين الوزه والبطه؟ بيبقى شكلها مختلف شويه. أيوة رقبتها اطول شويه. أيوة. بس انا ما بحب مش بحب اقابلها كشخصيا قبل ما اتعامل معاها عشان قلبي بيوجعني. الله يسلمك قلبك يا حبيبي. طب احكي لي كده النهارده انت عامل ايه بقى عشان الصفه دي؟ ايه ده؟ دي الوزه عاملينها روستو بالخضار في الفرن. اوكي. ده ديكوريشن بالبروكلي والشيري توميتوز عشان يبقى شكله حلو على السفره. شجره كريسمس. شجره كريسمس. ده عيش اسمه يوركشاير بريد بيتعمل بره في الكريسمس. لا احنا هنعمل بس الفيلنج بتاعه. يوركشاير. هنعمل بس الفيلنج بتاعه اللي هو كرانبيري صوص. اللي هو ده. ده اشهر صوص بيتعمل في الكريسمس اللي هو صوص التوت البري. وايه ده؟ ده بقى الجريفي او الصوص البني بتاع البط. يعني ده له علاقه بده. المفروض كان يبقى ده جنب ده. معلش انا غلطت انا غلطت. طب انت عايز تبتدي بايه؟ نبتدي بالوزه. بالوزه. بعد اذنك يا جوهري. يلا المقادير. مقادير الوزه هنحتاج وزه كامله، 4 بصلات كبار، 6 فصوص ثوم، نص كيلو بطاطس، نص كيلو جزر، زعتر طازه، روزماري، تفاحه، ورق لوري، معلقتين ملح خشن، ومعلقه فلفل اسود. والصوص الجريفي بتاع الوزه هنحتاج كوبايه مرقه، فص ثوم، الاجنحه والكبد والرقبه بتاعه الوزه، معلقه زيت، ومعلقه دقيق. معانا بقى للدهان الميكس بتاع الوزه هنحتاج معلقه عسل، نص كوبايه عصير برتقال، معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره بابريكا. اخر صوص معانا اللي هو صوص التوت البري او الكرانبيريز هنحتاج كوباية توت بري مجفف، كوباية عصير توت، معلقة سكر، وكوباية مية. أنا موافق. يلا. أول حاجة هبتدي بيها إن أنا هنشف الوزة بتاعتي من أي مية زيادة موجودة فيها. وبعدين هجيب ملح خشن. أوكي. أحطه جوه. هتحط الوزه دي في الطاسه دي؟ لا لا لا. دي في الفرن. ده للصوص. وممكن شويه فلفل اسود. وهبتدي بقى ايه احط الروزماري. احط روزماري صحيح، تفاح. دي نكهه دي. كل ده هيدي فليفر. وزه بالتفاح. هو بيدي وجزر. وجزر وبصل. اوكي. كل ده في الوزه. لا هي بتشيل ما شاء الله. بتعمل وزه بقى. مش غاليه خالص على فكره. هو بالنسبه لك انت. لا هي يعني بثمن البطه بس هي بقى. نادره. يعني نادره شويه تقريبا ب 200. الوزه ب 200 جنيه؟ ليه؟ بياكلوها سيمون في مه؟ غاليه جدا طبعا. مش غاليه؟ انت مفتري. يعني تعتبر مش غاليه يعني. ما هي اعياد ما بتتعملش غير في الاعياد. وهنحط فصوص توم برضو. في حد هنا ساكن في الفلاحين؟
ها شباب جوه مين هنا ساكن في الفلاحين يقول لنا سعر الوز عندهم بكام؟ تبقى كارثه لو ب 200 جنيه ده انا اعتذر. هي بتتجاب الطلب عشان كده بس ممكن تبقى غاليه. بكام يا شيخ؟ قول 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 علي صوتك يا استاذ. كام؟ الكيلو 40 جنيه؟ الوزه كم كيلو؟ كام؟ 4 كيلو؟ 4 في 40 بكام؟ 160 جنيه. يعني ممكن انا عشان جبتها من انت رايح بقى 160 جنيه؟ مش بالكتير برضه 160 جنيه. وبعدين انا عايز اقول لكم حاجه، السنه دي الفراخ رخصت. السنه اللي فاتت في شهر نوفمبر الكيلو الفراخ كان ب 25 جنيه. الفراخ اللي بتتباع عند الفرارجي مش السوبر ماركت. كان ب 35 جنيه السنه اللي فاتت انا اسف. السنه دي في شهر نوفمبر كان ب 25 جنيه. امبارح بقى ب 29 جنيه عشان هي الفراخ دايما بتغلى في الشتاء. فنتمنى انها تفضل محافظه على هذا السعر. عارف انت عارفش انت طبعا انت بتروح تجيب الكيلو ب 100 جنيه. لا فرخه في مين؟ لا 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 بنزل السوق صدقني اتعلم واحط ورق لوري كمان وانا ربطت دلوقتي الوزه ماشي اوكي وهحطها في صينيه من غير اي حاجه. فعلا ما هي كلها دهن لان هي كلها بتنزل دهون تستوي في الدهون بتاعتها. عارف بقى بتزغطوها ازاي الوزه دي؟ عمرك زغطت وزه؟ لا الحمد لله ماليش الشرف. اكنك بتردع بيني. ممكن بقى بحط معاها البطاطس اللي هي البيبي بوتيتوس دي. ودي جبتها منين دي؟ بتتباع في السوق ودي كيلو بكام؟ عاديه سعرها عادي والله ما فيهاش اي حاجه. بتستوي في الجريس او الدهن بتاع الوز. يعني دلوقتي الوزه دي مش هنحط عليها اي زيت ولا سمنه، هي هتنزل بقى كل زيتها وسمنها لمده اول ساعه. او هي هتقعد كام ساعه؟ 3 ساعات. يخرب بيتك. 3 ساعات في الفرن؟ وهتغطيها؟ لا اول ساعه بسيبها كده وبعدين بخرجها. بس انا بقى اول ساعه بتحطها كده على درجه حراره عاليه قوي قوي قوي. ساعه وبعدين بخرجها وابتدي بقى ادهنها كل ربع ساعه. تدهنها ايه؟ الميكس اللي احنا قلنا عليه الصوص اللي احنا عليه. تحطها كده في الفرن؟ يا ولا بينا في الفرن ساعه وهي كده. لما انت معاك واحده ثانيه جاهزه. جاهزه. انا فاكر معاك واحده ثانيه هتوريها لها. طب ماشي اوكي. اعمل بقى هنعمل بقى دلوقتي يلا الصوص بتاعنا. طب مش مولع الفوق؟ لا ولا وضع؟ اوكي هزود ال زوده بعد اذنك. ايه بقى انت بتعمل ايه؟ احكي كده للناس. هبتدي بقى اعمل الصوص. انا حطيت شويه زيت وبعدين معلقه ثوم مفروم وهجيب الاجنحه بتاعت الوز والرقبه. لا لا شفطته منيد ومحتاجينه في هذا الوقت. بليز دو. انا لابس جاكيت الشيء الفلاني هنبوظه النهارده بتاعت ابويا اصلا. والكبده بتاعت الوز. الكبده دي اللي بيتعمل منها الفوجرا. يا سلام. الفوجرا ده بقى اقوله لكم اللي مش عارف. يا ريت. حاجه غاليه جدا كده اللي هو كبده الوزه في الاخر بيعملوها زي معجون وبيتباع بقى بفلوس كتيره جدا. بالظبط. وطعمه مش حلو خالص يعني مش مهم نشتريه. يعني هنعرف نعيش كويس قوي في الحياه بدون الفوجرا. هو ليه نسوه يعني. يعني كل واحد طبعا وذوقه. بس هو غالي زاد عن اللزوم. غالي جدا طبعا. بعدين هحط بقى نفس الخضار اللي انا حطيته. الجزر. الجزر وروزماري. اللي يخلطه هيك. وزعتر. لو سمحت. عايز الثوم؟ لا خلاص فين. والبصل. عايز ده؟ ممكن نحطه معاه. يلا. في حاجة تانية؟ لا هحط شوية بصل تانيين. يلا. بس كده. خلاص. كده تمام. يا ابوي طبعا الروز ماري والزعتر لما بيبقوا فريش بيفرقوا قوي في الريحه. طبعا هنحط شويه ملح خشن. انا بحب الملح الخشن كده. وهزود بقى المرقه. مرقه فراخ مرقه لحمه اي حاجه عندي. واسيبها بقى ايه تقول مع نفسها كده لغايه قد ايه ما يحصل. نص ساعه.
بعد ما بتخرج انا ممكن اصفيها وممكن اضربها في الخلاط تبقى شبه الصوص اللي عندنا ده او ممكن بس اصفيها واستعملها عادي. اوكي بس كده خلاص. خلاص بس كده. بس كده. وده ايه؟ لا ده هنعمل الصوص الكرامبري بقى والدهان بتاع الوز. طب ما تعمل هو مش والفقره الثانيه هتعمل حاجه ثانيه ولا نفس الطبق؟ ها هم دول يعني ده هنعمله بعد الفاصل. افهمني كده يا اخي يا حسام. ايوه احنا عاملين وز النهارده. انزل طيب ولا ايه؟ ها انزل انزل. لا لا خليك. ده احنا حتى رمينا الريش بتاعه قدام باب البيت عشان الجيران يعرفوا ان احنا عاملين زفر. الوزه بتاعت العمده دي. ايوه هتغني ايه دلوقتي؟ العيون السود ورده. مين؟ اغنيه العيون السود لورده. انت بقى السنه دي هتتجوز ان شاء الله؟ يا مسهل يا مسهل وادي يا بير ادعي لي. لا خلاص انت انا عارف. يلا نسمع العيون السود للست ورده. مش دي اغنيه ورده؟ دي اغنيه ست ورده صح؟ صح؟ اوكي. وبعدين ناخد فاصل ونرجع نكمل مع شفيق. مزيكا يلا. أربعة شلا شريف. أربعة شلا شريف.
الله الله على الاجواء الحلوه اللطيفه، ويا رب كل ايامنا تكون اعياد. قبل ما ارجع لشيف يوسف، خلونا بس نكلمكم ونحكي لكم عن مسابقه فاميليا، وبنشكرهم انهم راعي لاربع شارع الشريف، او من ضمن الرعاه اللي موجودين عندنا في اربع شارع الشريف. فاميليا بتحتفل معاكم بتكنولوجيا الجديده، وهتوزع هدايا في كل مصر. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تشتري مناديل جيب فاميليا، وتدور على الكارت اللي موجود في مناديل جيب، لو لقيته هتكسب فورا هدايا كتير قوي من غير سحب، وهدايا قيمه جدا جدا جدا، ومن غير ما تدفع اي رسوم او ضرائب، وممكن تكون واحد من الاف الفائزين مع فاميليا. وفي الغالب الفائزين هيجوا يستلموا بعض الهدايا الكبيره قوي من هنا في 4 شارع شريف. لو كنت سعيد الحظ وكسبت، تواصل مع فاميليا على الفيسبوك او اتصل على 16276، تتواصلوا معاهم على فيسبوك فاميليا او رقم التليفون 16276. طيب، بسبب طبعا كورونا والموجه الثانيه اللي احنا دلوقتي فيها، كل الناس ابتدت تاخد احتياطات اجراءات احترازيه اكتر عشان يطمنوا على نفسهم وعلى اللي حواليهم. ففاميليا عملت حاجه مهمه جدا جدا جدا، اضافت التكنولوجيا النشطه المضاده للبكتيريا في منتجاتها. دلوقتي مناديل فاميليا بقت موجود فيها مكون قاتل للجراثيم بنسبه 99.9%، ودي مش هتلاقوها في اي منتج اخر في الحقيقه. عشان كده فاميليا احنا بنثق فيهم، وعشان كده هم معانا في 4 شارع شريف. طيب تعالوا بقى نرجع لشيف يوسف ونشوف الايه. هنعمل الصوص بقى اللي هو صوص التوت البري او الكرامبري. لا ده لا، الاول هعمل صوص الكرامبري، بعدين هرجع ادهن الوزه. مش الاثنين بتوع بعض؟ لا، احنا هنعمل اثنين صوص دلوقتي. واحد الكرامبري بتاع الحلويات واللي بيتقدم مع ده لوحده كده. ده بيتقدم مع اي انواع طيور. وممكن بيتحط على العيش زي ما احنا عاملين، بيتحط على الحلويات، وبيتحط على الحلويات. يعني هو صوص بيمشي مع كل حاجه. ومشهور قوي في الفتره دي بتاعت النيو يير والكريسماس. طب احنا هنعمل حاجتين يعني؟ مش فاهم. هنعمل الحاجتين مع بعض. والحاجتين ليهم علاقه بالوزه. الحاجتين ليهم علاقه بالوزه. الاكله كلها ليها علاقه بالوزه. كلها وزه. ماشي. والصوص ده يمشي مع اي حاجه؟ يمشي مع كل الطيور مش اللحوم. يمشي مع كل الطيور. طب ايه؟ احنا قلنا مقادير وخلاص. احنا قلنا كل مقادير. هنبتدي بيه. يلا. احنا جايبين شويه، عشان طبعا احنا في مصر صعب عندنا نجيب التوت البري ده فريش، فبنجيبه مجفف. مش غالي، مش غالي خالص. ما تقولش كلمة مش غالي دي بعد الوزن، هم 200 جنيه. مش ممكن. والله ده مش غالي خالص. أنا حطيت التوت المجفف وعليه عصير توت برضو. حلوة ريحته. وشوية سكر. الله. وبعدين؟ الصوص بقى ده يتحط على أي حاجة، طيور. وممكن نحشي بيه حلويات. ويتحشي بيه حلويات وتشيز كيك وكل حاجه. ده اللي بيبقى على التشيز كيك من فوق؟ طيب وبعدين؟ انا بسيبه شويه بقى لحد ما يتقل، وفي ناس بتحط شويه ليمون عليه. يبقى حلو. عشان يظبط. صراحه. كده يتعدل. وبعدين هنحط ايه بقى بعد كده؟ هسيبه بقى ايه يقول مع نفسه شويه. هطلع الوزه بتاعتي، بس الاول اعمل لها ايه الميكس. انا هجيب لك الوز. ايه بقى الميكس ده؟ الميكس شويه عصير برتقال مع معلقه عسل. ايه ده، دي حمرت. يعني المفروض في اول ساعه. بس كده ابتدت تقول معقوله. معلقه عسل. طب انا ممكن اطلعها. لا لا ما تقلقش، خليك بس انت في الله. واحنا كان المفروض نسيبها ساعة قبل ما نطلعها. ساعة. ساعة بالظبط. اتدحرجت شوية بقى. انت مش مشكلة. هندخلها الفرن تاني بعد كده، صح؟ لسه. بس دلوقتي بقى بقلل درجة حرارة الفرن 100 درجة. طيب حاضر. أنا هو ده خلاص غيري على فكرة. أعمل إيه؟ نسيبه شوية بس. نسيبه شوية؟ لحد ما يتقل بس زي ما ربى يبقى يعني. بالظبط كده. يلا انا حطيت العسل مع البرتقال ومعلقه بابريكا ومعلقه قرفه.
ده خطير. بتدي بقى طعم مع البرتقال مع الوز مع القرفه بتبقى جميله. ممكن نستعمل الميكرويف دي 10 ثواني عشان ايه؟ عايز السخن ده شويه. انت عايز ايه يعني في الميكرويف؟ عايز السخن ده عشان الحاجات تدوب. اوكي عندنا مايكرويفنا اهو 10 ثواني بس. طب احكي لي كده اللي احنا بنسخنه ده ايه؟ ده الخلطة اللي بدهن بيها الوزة كل ربع ساعة. بعد اول ساعة تدهنها كل ربع ساعة بالخلطة دي. كم مرة؟ لحد ما الساعتين يفوتوا بقى. هو ساعة وبعد كده ساعتين؟ يعني الوزة بتاخد سوى 3 ساعات. 3 ساعات حسب الوزن. يعني بقى الوزة بتاخد سوى 3 ساعات. وبنشتريها ب 200 جنيه. بتتعمل كل سنة مرة. هو هتاخد نص انبوبة البوتاجاز عشان هتقعد 3 ساعات النار عليها. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ شخصية اقتصادية بحتة انت. كل سنه وانت طيب بقى. يلا خلي الناس تفرح. ماشي اهو حلوه قوي كده. جميل جدا. بتعمل ايه بقى دلوقتي حضرتك؟ هنبتدي بقى ايه ندهنها كده. هات الوزه وهي بتدهن يا رجل. ريحه القرفه طبعا بتبقى حلوه قوي مع الحاجات دي. الله. وهدخلها الفرن تاني وكل شويه اطلعها. وكل ربع ساعه. عشان ايه بقى؟ عشان تبقى جوسي. عشان تبقى جوسي وعشان تاخد اللون اللي بره ده. ماشي انا موافق. وانا ما بحطلهاش اي زيت ولا اي زبده ولا اي حاجه. بص منزله دي اصلا ده لسه انت بقى يعني بعد شويه سمنه. بعد شويه هتنزل تقريبا يعني نص لتر. دي الست اللي كانت بتزغطها متوصيه. طب ايه بعد كده نعمل ايه؟ خلاص كده خلصت كده. كل سنه وانت طيب. بصوا يا جماعه هنقعد بقى كل شويه ايه كل ربع ساعه نطلعها بس قللنا درجه حراره الفرن 100 درجه. 100 درجه للنص يعني. كانت 250 خليناها 150. ماشي. ساعتين وبعدين والصوص ده بيتغرف جنبها. طيب يبقى انت كده عملت ايه النهارده؟ عملنا وزه روستو بالخضار. وعملنا الصوص بتاعها اللي هو من الاجنحه ومن الكبده. وعملنا صوص الكرامبيري اللي بيتقدم مع كل انواع الطيور ومع العيش. والله انت جميل. حبيبي منورتنا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي. وعيد سعيد عليك وعلى اللي حواليك. ثانك يو. والكرسي ده عمال ينزل لوحده انا مش عارف ليه. المخده جديده. انا اتخنت. لا المخده جديده. المخده. نورتنا. حبيبي. اهلا وسهلا بيك. شكرا شيف يوسف. خلونا بقى دلوقتي هنسمع ايه؟ القاهره ونيلها؟ يا حبيبي. الله الله الله. القاهره ونيلها. مفيش احلى من كده. رحت 3/4 الدنيا. ما في احلى من مصر. القاهره اسكندريه الاقصر اسوان عريش مرسى مطروح المنيا بني سويف سوهاج قنا طنطا المنصوره. انا ما روحتش نص البلد دي بس اعرف الناس اللي ساكنين هناك حبايبي. فاحنا احلى بلد في الدنيا. انا شايف كده وانا حر. يلا يا اولاد هنغني الاغنيه دي بعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم على لو سمحتوا. ميوزك. كأنها بنت جميلة بتنادي عليك بها سر بيخليها دايما حلوة بعينيك. كأنها بنت جميلة بتنادي عليك بها سر بيخليها دايما حلوة بعينيك. يا سحرها عشقتها بحبها القاهرة ونيلها وكللها وأغانيها ومواويلها وحكاويها. يا جمالها القاهرة تجيلها تحن لها وتهواها ما تنساها وتضحك بأحوالها. تشيل عنك هم
دمك وتقسمك فيه، وفي عز فرحك تفرح لك وتجاملك فيه. هنا ناس تشيل عنك همك وتقسمك فيه، وفي عز فرحك تفرح لك وتجاملك فيه. ناس يوحشوك لما يسيبوك ويفكروك بالقاهرة ونيلها وطللها وأغانيها ومواويلها وحكاويها. يا جمالها القاهرة تجيلها تحنلها وتهواها، ما تنساها وتضحك بأحوالها. أوبا، برافو 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 خالص.